بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أخوكم الشيخ عبد القادر الشيخ محمد الشيخ مختار الشيخ محمد الشيخ علمية إمام وخطيب في مسجد الرحمن. والآن أحب أن أقرأ آية من آية الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم.